السلام عليكم. بولحباش محمد، رئيس القيادة العليا هيئة الحضرية ولاية أمن فاس. لأن كما شاهدتوا بالنسبة لولاية أمن فاس، جميع المكونات الشرطية تلقوا تعليمات مباشرة من السيد ولي الأمن، تعليمات مديرية من أجل الرفع من درجة اليقظة، تواجد الأمني في الشارع العام، تواجد في جميع النقاط، أحياء شعبية وسط المدينة، تأطير الجيد العناصر على مستوى أماكن ديال الاحتفالات سواء فنادق ولا مطاعم أو النقاط اللي كتعرف احتفالات أو كتعرف تردد ديال المجتمع المدني. إذا تم تعزيز السدود القضائية والسدود الإدارية في المداخل ومخارج ديال المدينة من أجل ضبط الحركة ديال السير وضبط الزوار ديال المدينة، ومن أجل باش تكون واحد الضمان ديال احتفالات في ظروف آمنة بالنسبة للجميع. بالنسبة للعناصر ديال مسرح الجريمة، العناصر ديال اللي مكلفين بالمصالح الطبية، بالنسبة للعناصر اللي مكلفين بالمراقبة عن طريق وسائل تقنية، الكل مجند وغادي يواكب معنا هذه العمليات الأمنية والتواجد في الشارع العام، ويواكب معنا التأطير الجيد والتوجه للنقط اللي كتعرف اكتضاض أو اللي كتعرف حركة ديال المواطنين. لأن الجميع راه مستعد إن شاء الله باش تمر هذه الاحتفالات في جو آمن وفي أحسن الظروف. وشكرا لكم جميعا.